وصلت جابت لكم اربعه المنتجات من شركه اورايمو العالميه اللي كتمتاز بنفس المبدا وكتختلف في الديزاين والمواصفات. وغادي نجيو لاول منتوج اللي هو سمارت بيت فان اللي كيجينا بثمانيه تمارين رياضيه وكيجينا بليكرون اتش دي وكيجينا بالبلوتوت 5 بالنسبه للميساجات وكيعبر لنا شحال حرقنا ديال الكالوري وكيعبر لنا خطوات شحال تمشيتي في النهار ومقاومه للماء وكيعبر لك دقات القلب وفيه عام ديال الكارونتي. المنتج الثاني اللي هو سمارت واتش او اس دبليو في تي 20 اللي كيجينا بمقاومه للماء وفيها كتعبر لنا شحال حرقنا وشاشه لمس وبالنسبه للميساجات وكتعبر لنا شحال ديال الخطوات شحال تمشينا وفيها كرونو وفيها كتعبر لنا دقات القلب وفيها 24 تمارين رياضيه وكتعبر لنا النعاس شحال نعسنا. ممكن لك وهذه ديال الميوزيك ممكن لك تعرف شحال تحبس الميوزيك ولا تلقاو ولا ندوزو للمنتوج الثالث اللي هو سمارت واتش او اس دبليو في تي 16 اللي مختلف الديزاين فيه كيجينا بليكرون اي بي اس وفيه بلوتوث 5 وفيه الميوزيك ممكن لك تطلق الميوزيك ممكن لك تحبسو وكيجينا ب 13 تمارين رياضيه وفيه كيعبر لنا شحال حرقنا ديال الدهون وكيعبر لنا النعاس شحال نعسنا مقاومه للماء بالنسبه للنيفيكاسيون والميساجات وكيعبر لنا دقه القلب وكيعبر لنا عدد الخطوات وعندنا هذه ما كتخليش ديال انتي اويل ما كتخليش الاطراس يعني واخا سميتو ما كتخليش الاطراس وعندنا الكرونو. عندنا المنتج الرابع اللي هو او اس دبليو في تي 16 اللي بحال المنتج اللي دوزنا دابا هذا مختلف غير الديزاين والحزام. وبالنسبه للاخوان كما كتشوفوا اسباس نتيفا درت لكم اربعه المنتجات من شركه اورايمو متوفره حاليا. بالنسبه اللي خدا عندنا ما قالوا فيه شي مشكل يمكن يرجع ماشي مشكل غير ما يكونش الهرس. فنتمنى نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.